اوكي، العمل اللي قدمت عبارة عن ألبوم، منه أغنية أنا وقلبي من كلمات شاعر سمير مجاري، ألحان نبيل حوري، توزيع حمزة الغازي، إخراج حسن القرطي. كيفاش جاتني فكرة؟ أنا الناس هادو اللي بالأخص اللي اشتغلت معاهم حابة فكرتي من قبل، عشانهم كان ودي أشتغل مع الناس هادي، وودي أسوي شيء بالمغرب، أفضل شهرة بالمغربي أحسن. يعني المغنية دنيا باتمة، دنيا باتمة أنا أحسها صوت رائع، أوجه لها تحية. أنا أشوف دنيا باتمة هي نمبر ون، ما في أحد غيرها. دنيا باتمة وسوري رجاء بالمير، من النوع اللي ما أحب شجارات نزاعات، هذا فن مو لعبة، قاعد تعطي الناس فن، قاعد تقدمي لهم شيء يستانسوا فيه، مو شيء مو هواش قاعد تتشاوشين مع هذا وهذا، ما يصير، هذا ما يعتبر فن، لازم تعطي أعمال مو هواشات. طبعا أكيد لازم تأدي دورك، هذا دورك لازم تأديه، مو تعطي شيء تاني. أنا لازم أقول حق دنيا باتمة تبتعد عن النزاعات هذه كليا، وتفكر في أعمالها لأنه صوتها رائع. صراحة الشغلات هذه ما أبيها، ما أبي أسمعها، عشان تكون نبرتنا من الناس تكون حلوة، كل الناس تشوف فينا نبرة حلوة. ترى إحنا المغرب بلد وحيد اللي فيه واش دنيا باتمة، بس هناك قاعد تشوفي أعمال أسيل همام، أوجه له تحية، تعطي أعمال حلوة، وايد ناس أحب الأعمال شري، بلقيس ما أدري ما أشوف صراحة، ممكن إذا شبوني أوكي، بس أنا ما أشوف نفسي أشبه لها كلش صراحة، لا ما أشوف في شبه بيني وبينها كلش. وأنا الشغلة هذه حق واحد يشبه الثاني أشوفها لا غلط، كل إنسان مخلوق لنفسه ويشبه نفسه. بس أنا أصلا دارسة مسرح، دارسة تمثيل، كل شيء يعني الشغلات هذه دارسة أوكي، أنا اتجهت لها أوريدي. أما بالنسبة للغناء حابة من وأنا صغيرة، للحين ما قاعد أفكر أسوي ديو مع أحد، ويعني قصدك اللي أحب يعني أحبه وأحب أسمع صوته وكذي زهور بهاوي، أحبه حيل صراحة وعلى طول أسمع له، أوجه له تحية. الناس حيل تحب الأغنية المغربية بالخليج أكيد طبعا، حتى في ناس خليجيين أحسهم يسمعون المغربي أكثر من يسمعون خليجي. كان وجه له تحية، وكنقول لهم كنحبكم بزاف وأتمنى تعجبكم أعمالي.